لماذا يعود الجدل حول قانون الانتخابات مع كل دورة برلمانية جديدة؟ لربما الشارع يتساءل، هل هي انتخابات أم التهابات؟ ما الذي يحصل ولماذا الإصرار كما قال زميلي على سانت ليغو وقبل حتى إقرار قانون الميزانية؟ هل هو إخضاع لربما الكتل الصغيرة؟ نعم نعم سيدتي، مساء الخير، تحياتي لك مرة أخرى. أهلا وسهلا سيدتي الفاضلة. كما قلنا أن الكتل السياسية هي من تهيمن على المشهد السياسي الآن، وهي من تضع أساسات العملية السياسية سواء قانون انتخابات أو تشكيل حكومة وما إلى ذلك. المشكلة الأساسية أن الكتل الصغيرة كما قلنا هي كتل دخلت العملية السياسية حديثا، تحتاج إلى فترة زمنية حتى تستطيع مواجهة الكتل الكبيرة. وعملية أنه إقرار قانون من الممكن أن يلبي طموحات جميع الحركات السياسية غير موجودة. يعني احنا شفنا أنه تجارب كثيرة جدا عالمية موجودة، يعني الخضر في أوروبا وبالذات في ألمانيا، واليمينين في فرنسا، يعني عملوا لسنوات طويلة ولم يصلوا إلى أن يكونوا ضمن الحكومات أو التحالفات اللي من الممكن، الائتلافات التي من الممكن أن تشكل حكومة. فلربما أنه في بعض الأحيان يذهبون كبيضة قضبان إذا كان هنالك تنافس ما بين الكتل الكبيرة، فيكون هنالك صراع على الكتل الناشئة من أجل استقطابها لكي ترجح كفة هذه الجهة أو تلك. فاليوم كما قلنا أن العملية السياسية عندما تريد أن تذهب إلى سانت ليغو أو سانت ليغو المعدل أو أي قانون آخر، فهذا المشكلة مو مشكلة الكتل الكبيرة فقط، لا، مشكلة الكتل الناشئة أنها إلى الآن هي غير قادرة على مجابهة الكتل الكبيرة. تحتاج أيضا إلى فترة لتدعيم وتنضيج تجربتها وصفوفها، وبالتالي تصبح قادرة على المواجهة.